احنا عم نطير بهاي الطيارات عشان يعني قريب من سجن عوفت عشان نفرج الاسرى انه احنا متضامنين معهم ومش ناسين. يعني هاي الفكرة اجت في اطار اظهار دعم الشعب الفلسطيني بكباره وصغاره واطفاله لأسرانا الأبطال الموجودين في سجون الاحتلال المطلوبين عن الطعام في يومهم الثامن. هو تعبير بسيط رد على المستوطنين اللي كانوا يقومون بالحركات لا إنسانية استفزازية للأسرى والشواء أمام السجون. نطير هاي الطيارات الورقية لنقول لكل جيش الاحتلال أننا خلف أسرانا ونقف إلى جانب أسرانا في هاي المعركة. وثانيا إلى أسرانا الأبطال إنه إحنا معكم، نحن خلفكم، ونحن نعلم أنكم جائعون للحرية والكرامة وليس للطعام. والشعب الفلسطيني بعدة وسائل وكل الطرق الخلاطة كل بإمكانياته يظهر التفافه إلى جانب الأسرى في معركتهم اللي هي معركتنا جميعا، اللي هدف الأساسي منها زراعة الأمل للشعب الفلسطيني بأن هناك مستقبل أفضل. هذا ما نريد إيصاله من خلال هذه الفعالية ومن خلال عدة فعاليات انطلقت وستنطلق في الأيام القادمة. شكرا. فكرة بسيطة، بيخبيش حدا عن إضراب الأسرى بخياط القائد الأسير مروان البرغوثي، وهاي حركة حبينا نعملها تفاعل بين صغار وكبار إنه نوصل رسالة. السجن عوفر، معتقل عوفر الاحتلالي موجود تحت التلة هاي، فكنا نحاول إنه الأسرى بأقل ما نستطيع أن نفعله إنه نوصلهم إنه إحنا هم في عقولنا وفي قلوبنا وإنه ليس وحدهم. طبعا هاي ضمن فعالية صغيرة من الأشياء اللي حتيجي قادما على صدى أكبر وعلى جماهير أكبر. عملنا هاي الفعالية وحاولنا نربط الأولاد في المكان، كل الأولاد إنه في أسرى، في ناس عم بضحوا بحياتهم، عم بخوضوا إضراب بطريقة خفيفة بسيطة ما نعرض حياتهم للخطر. اخترنا مكان إنه يكون قريب على سجن عوفر، إنه بنأمل إنه الأسرى قدروا يشوفوها، إنه يحسوا إنه إحنا معهم قلبا وقالبا. الحسام واليرع للكلام والنزاع رمزنا، مجدنا وعزنا واجب من الوفا يهزنا يهزنا عزنا عزنا، غاية أن تشرف وراية أن ترفرف، غاية أن تشرف وراية أن ترفرف. يا لنا في علاك قاهرا عيدا، قاهرا عيدا موطني موطني. يا جماعة بدنا نحتف هتاف وكل ايادنا بصوت واحد ونطير البلالين. يلا قولي وراسي حمية.